رغم مرور عدة سنوات على انتهاء مأساتها، لم تستطع رقية فرحات حبس دموعها وتأثرها أثناء لقائنا بها. خلال سنوات السجن عذبت وتمت إهانتي وتم تعذيبي، وحتى أنني وضعت في السجن المائي. هناك فرق بين سجن الرجال والنساء. هم يسجنون بشكل منفصل. هم يأخذون النساء في الليل للاغتصاب، حتى أن بعض النساء يحملن بفعل هذا العمل الشنيع. حتى الرجال يتم اغتصابهم. كانوا يستجوبوننا دوما في الليل. الشرطة هي التي تحدد متى يتم استجوابنا. لا نستطيع أن نحدد الليل من النهار. أنا منذ دخلت السجن نسيت كيف يكون النوم العادي أو الأكل العادي. نعم، أنا كذبت. ادعيت بتناول الدواء لكنني كنت ألفظه بعد ذلك. كانوا يأخذون نساء أخريات لنزع أرحامهن في الغرفة المجاورة بطريقة وحشية. لقاء خاص مع رقية فرحات الناجية من سجون الحزب الحاكم الصيني. ترقبوه قريباً على تلفزيون الآن.